يعد الشعب اليمني من اكثر الشعوب تغربا فلا تكاد تجد دوله على الخريطه دون ان تجد فيها جاليه يمنيه كبيره يغتربون لا لغرض الرفاهيه والسياحه وانما ضاربون في الارض بحثا عن سبل الرزق التي كادت تنقطع في بلادهم. تحتل الولايات المتحده ودول الخليج وعلى راسها المملكه العربيه السعوديه الوجهات الاولى لليمنيين المغتربين. كان الأمر قبل عقود بسيطا إلى حد ما، لكن مع ظهور الإرهاب الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية حجة للتضييق على الوافدين والصراعات التي شهدتها منطقة الخليج مع إيران، جعل الأمر أكثر تعقيدا في الحصول على تأشيرات الدخول أو تجديد الإقامات. عام بعد عام، تزداد إجراءات الحصول على الإقامة أو تجديدها تعقيدا. في الاونه الاخيره وضع دونالد ترامب بعد فوزه بمنصب الرئاسه قائمه لسبع دول كانت اليمن احداها تنص القائمه على منع مواطني هذه الدول من الدخول الى الولايات المتحده الامريكيه فخور فيكم يا جاليه اليمنيه الامريكيه في بركة. رافق صدور القرار احتجاجات واسعه ليقوم القضاء الامريكي بالتحفظ عليه بعد اشهر من ذلك تم تقليص هذا القرار من المنع الى وضع شروط معقده على مواطني هذه الدول. ضمن هذه الشروط ان يكون للوافد الداخل الى الولايات المتحده الامريكيه مشروع تجاري فيها، او ان يكون له اسره امريكيه هناك، وهذا الامر لا يتوفر لدى اغلبيه اليمنيين المغتربين فيها. اما الصعوبات التي واجهها المغترب اليمني في دول الخليج، خصوصا المملكه، فقد كانت كثيره. آخرها القانون الذي نص على تحصيل رسوم المرافقين مع تجديد الإقامة حيث بدأ فرض الرسوم على مرافق الوافدين العاملين في المملكة بواقع 100 ريال شهريا من بداية يوليو الحالي وستتم الزيادة كل عام لتصل في العام 2020 إلى 400 ريال على المرافق الواحد يتغرب اليمنيون لا كرها في أوطانهم ولا حبا لمنفاهم كل ما في الامر انهم يتغربون خوفا على اطفالهم من الجوع والعوز يخرجون من وطنهم الذي احاله الانقلاب والحرب والجوع والمرض الى جحيم ظن منهم ان كل قطعه ارض خارج هذا الوطن بوابه للجنه لينصدموا انهم لم يهربوا من هذا الجحيم الا الى جحيم اخر